شاركت وزارة الموارد المائية في هذا المعرض للمساهمة في زيادة الوعي المجتمعي وكذلك توعية الفلاحين بضرورة استخدام وسائل الري الحديثة لما لها من الضرورة والأهمية في ظروف الشحة المائية وزيادة الغلة الزراعية. للوزارة برامج عديدة ما يتعلق بالمياه الجوفية والمياه السطحية. في ما يخص المياه الجوفية استخدمت وسائل وتقنيات الري الحديث بشكل كامل على المياه الجوفية، أما ما يخص المياه السطحية فالوزارة شرعت بالتحول من الري المفتوح إلى الري المغلق الذي من شأنه يقلل الضائعات المائية وقلة التلوث والسيطرة على توزيع الحصص بالتساوي بين المستفيدين.